السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم، وإحنا مستمرين وياكم في حل أسئلة المناقشة الخاصة باللغة العربية الأدب. ووصلنا إلى صفحة 76، المناقشة صفحة 76 الخاصة بحافظ إبراهيم، الشاعر حافظ إبراهيم. أول شيء أسئلة المناقشة يقول: ما الشكوى وما علاقة الشاعر بها؟ الشكوى ميل فطري لدى الإنسان يلجأ إليه عند الشعور بالألم أو الحزن أو اليأس أو عند الإحساس بالاضطهاد والظلم، وأن الشعر مرتبط بالشعور الذي يثار في تجربته في تجربة ذاتية أو عبر تجربة ينفذ فيها إلى ينفذ فيها إلى مسائل الكون أو مشكلة من مشكلات المجتمع. ثانيا بأسئلة المناقشة: بأي معنى استهل حافظ إبراهيم قصيدته وكيف؟ يأخذنا حافظ إبراهيم إلى استهلاله إلى نقطة مركزية في القصيدة، جوهرها الحزن والألم وملامح البكاء، وكأنه يفتتح القصيدة ويختتمها في مقدمتها، ويحرص على إظهار ملامح الشكوى عبر التغني بالماضي وتوظيف ما يمكن توظيفه من التراكيب البنائية في النص. كيف أظهر حافظ إبراهيم ملامح الشكوى في قصيدته؟ نقول هذه وظف صيغة الماضي في خبره الذي يستدل فيه القصيدة: لم يبقى شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في مآهنها. رابعا يقول: لماذا وظف الشاعر صيغة الماضي في استهلال قصيدته، وما الفرق بين التعبيرين لم يبقى ما بقي؟ ليؤكد الحقيقة المؤلمة التي آلت إليه حال الأمة، فأداة النفي لم تقلب الدلالة الزمنية للفعل المضارع من الحاضر إلى الماضي، وهذا ما يزيد تأكيد الخبر. خامسا نقول: ما دلالة الفعل الماضي الناقص كان في سياق قصيدة حافظ إبراهيم؟ يعتمد حافظ إبراهيم إلى توظيف الفعل الماضي في قصيدته، ولا سيما كان في غير موضع، ليقدم مقدار تعلقه بماضيه وقيمه القومية وتغنيه بالماضي المجيد وما كانت عليه الأمة من سؤدد ورفعة وشموخ. كيف عبر حافظ إبراهيم عما كانت عليه الأمة من سؤدد ورفعة وشموخ؟ عبر عن ذلك من استعماله الألفاظ العلا المجرة الشهب، مدعوما بتصوير القوة والمنعة في مواجهة الأعداء. سابعا ألصق الشاعر حافظ إبراهيم ضميره بضمير الجماعة، وفى ذلك حاول الشاعر إلصاق ضميره بضمير الجماعة، وكأن ما ينطق به ولسان حال قومه الذين أصبحوا على غير حالهم، وجاههم لا يركن إليهم خليل ولا صديق. هذا بالنسبة إلى أسئلة المناقشة، أجوبة المناقشة الخاصة بالشاعر حافظ إبراهيم صفحة 76، وهذه الأجوبة هي من الدليل المدرس الخاص بالسادس إعدادي 2024 2025. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.